توقفت الدوريات في أوروبا بسبب عطلة الشتاء باستثناء إنجلترا التي شهدت مساء أمس الخميس 10 مباريات في الجولة 20 للبريمير ليج، حفلت بالعديد من المفاجآت أبرزها سقوط تشيلسي المروع في ديربي لندن وفوز هال سيتي المقنع على إيفرتون بثنائية افتتحها المدافع الدولي المصري أحمد المحمدي. على ملعب وايت هارت لين حقق توتنهام فوزا كبيرا على ضيفه تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ختام مباريات الجولة 20 للمسابقة. الفوز رفع رصيد السبيرز إلى 34 نقطة في المركز الخامس، وجاءت الخسارة الثانية للبلوز هذا الموسم لتبقي رصيده عند 46 نقطة، تراجع بها للمركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي حقق فوزا مثيرا على سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بدوره تعثر مانشستر يونايتد مجددا بسقوطه في فخ التعادل بهدف لمثله مع مضيفه ستوك سيتي ليرفع المانيو رصيده إلى 37 نقطة، يليه بفارق نقطة ساوثامبتون الذي تفوق على ضيفه أرسنال بهدفين دون رد وأبقاه في المركز السادس برصيد 33 نقطة. من جانبه تعادل ليفربول مع ليستر سيتي بهدفين لمثلهما ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن. أما هال سيتي فقد حقق فوزا ثمينا على إيفرتون بهدفين دون رد وتقدم للمركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة. افتتح المدافع المصري أحمد المحمدي أهداف النمور بعد مرور 33 دقيقة، وعزز زميله الكرواتي نيكيتشا بيلافيتشا بعدها بعشر دقائق. في باقي النتائج تعادل أستون فيلا مع كريستال بالاس بدون أهداف، ونيوكاسل مع بيرنلي بثلاثة أهداف في كل شبكة، وويستهام مع ويست بروميتش بهدف لمثله. وبنفس النتيجة انتهى لقاء كوينز بارك مع سوانزي. الجولة 20 للمسابقة العريقة شهدت 6 حالات تعادل و4 انتصارات، واستقبلت الشباك خلالها 33 هدفا بمتوسط 3.3 من 10 هدف في اللقاء الواحد. أخيرا وفي سباق الهدافين بقي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 14 هدف، يليه بفارق هدفين الإسباني دييغو كوستا مهاجم تشيلسي وتشارلي أوستن لاعب كوينز بارك. ثم يأتي للتشيلي أليكسيس سانشيز نجم أرسنال في المركز الثالث برصيد 10 أهداف. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. في مصادر بتؤكد ان الكابتن فاروق جعفر المدير الفني السابق للزمالك واتحاد الكوره هرب الى لندن، لانه كان انت فاكرين انا قلت لكم هنا بس ما رضيتش اقول الاسم، انه انباء عن الحكم عن مدرب كبير ومحلل سابق، مدرب سابق ومحلل بالحبس 3 سنوات في قضيه ضد زوجته. الخبر صحيح بنسبه 100%، وكان موجود في الجلسة المستشار أحمد فرغلي وأدوية المستشار عبد الله عبد الكريم والمستشار محمد مكاوي، لأن الحكم من محكمة جنايات، وبالتالي وكان كان وجوبي يعني التنفيذ. كابتن فاروق كان موجود أول ما الحكم اتقال، يعني مشي ومشوه وبيقولوا إنه سافر على لندن في نفس اليوم. الله أعلم من صحة هذا الخبر أم لا. خلينا أطمن على الكابتن إبراهيم يوسف نجم منتخبنا السابق ونجم غزل المحله السابق ومدرب فريق الصخر اليمني، يبدو انه تعرض الى حادث ولكن الله سلم. كابتن ابراهيم مساء الخير والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور. طمنا عليك يا كابتن. الحمد لله يا كابتن. هو كان في موضوع انت عارف ان موضوع الحراك كل من الناس بتطالب انفصال الجنوب عن الشمال في اليمن، فالجماعة بتوع الجنوب كانوا بيعبروا عن رأيهم في أكثر من مباراة اليوم. في مباراة الصقر دخلوا الملعب وكان يعني كان لها شكل العشرة، كان في ضرب رصاص لخروج الناس وكده، فطبعا لعيبة جرت وخدت من عربية شرطة طلعتنا. كان في ساعات برضك الإحراج منع فرقة أخرى اسمها اتحاد حتة من دخول عدم للياك، برضك العدميين عندهم مجموعة بتطالب بالانفصال. فانا بعض شويه المشاكل كده الخفيفه، لكن ان شاء الله ربنا يحلها، ان الفريق بخير والفرقه رجعت بخير
وما فيش ولا اي حاجه مصيبه ولا اي حادث يجعل بالقلق ان شاء الله. كابتن يعني الفرقه كلها سليمه والدوري شغال والنشاط شغال ويعني الحادث ده لن يؤثر على استمرار المسابقه؟ أربعة ونص النهارده النشاط كان شغال، وانت وقف في بعض البلاد كعدم وكشعب المكلة البلاد دي كلها حراك وحاجات مختلفة وفي اختلاف على الجنوب والشمال، دي سببت عدم لعب المباريات الثلاثة أمس واليوم. لكن انتوا بخير والحمد لله مفيش مشاكل يا كابتن ابراهيم. الحمد لله بشكرك جدا يا كابتن. طمني على فرقتك عامل ايه في الدوري؟ النتائج بشكرك. النتائج ماشيه ازاي في الدوري؟ طمني. النتائج والله يا كابتن احنا الاول واهلي صنعاء في مركز واحد. كويس. فتح ولسه اول واحنا المباراه في الدور الثاني. وانت ماشي في المركز الاول مع اهلي صنعاء. نعم. الفريق الصقر اليمني نعم حاصل على بطوله الدوري والكاس السنه اللي فاتت وبيشارك في بطوله اسيا هذا الموسم. يعني انت واخد دوري وكاس وبتشارك في بطوله اسيا وبشارك في بطوله اسيا ان شاء الله. ربنا يوفقك يا كابتن ابراهيم ان شاء الله نموذج مشرف. هل تابعت معانا التغييرات اللي حصلت في غزل المحله يا كابتن ابراهيم؟ كابتن تابعت معانا قضيه غزل المحله والتغييرات اللي حصلت اخيرا؟ لا والله ما عندي فكره عنها، انا من بعيد شويه. عايز اقول لك انه على غزل المحله سيد خير الله مشي. وبشكرك يا كابتن، بس كنت متابعك يا كابتن في وقفتك في محكمتك في عدلك في ولاد الغربيه اللي انت منهم يا كابتن كبير. احنا بنتشرف بانك عنوان لنا وفخر النادي غزل المحله. اشكرك كابتن ابراهيم. بنتمحك فيك انك اسطنبه، لكن بنتمحك فيك كعضو مجلس الشعب وكعضو اتحاد كرة القدم وكإعلامي عربي على مستوى كبير. بشكرك لتحملك قضية غزل المحلة يا كابتن شكرا. وعايز أقول لك إنه الفساد كله مشي الحمد لله، كل الفاسدين مشوا من غزل المحلة الحمد لله. يا رب كلهم يا رب. كلهم مشوا. كلهم مشوا. على عنوان الغربية والقاهرة والنصر والكل العربي. كتر خيرك. أشكرك كابتن إبراهيم يوسف نجم منتخب مصر وغزل المحلة والحمد لله ربنا يسلم. دي مش كورة يا جماعة، يعني ده ستر الله عز وجل واللعيبه. ادي لعيب طبعا يعني لانه مقيم هناك فمش قادر يقول القصه بتفاصيلها، لكن ادي يا سيدي ما حدث. الثورات كانت في البدايه رائعه ولكنها تحولت في النهايه للاسف الشديد الى بعض ممن يريدون تدمير البلاد سواء هنا او هناك في اليمن. للاسف هيتم الانقسام او الانفصال ان اجلا او عاجلا. في ليبيا زي ما شايفين الحرب الاهليه شغاله، في سوريا الحرب الاهليه شغاله، لبنان بلا رئيس بقى لها حوالي 8 شهور، العراق زي ما شايفين الدنيا ماشيه ازاي بكل اسف واسى، تونس يا ربنا سهلها وعدت وربنا يسترها عليها ان شاء الله، ومصر ربنا يحميها رب، ربنا يحميها رب، ربنا يحميها رب دائما وابدا. يمكن اعتقد انه وقفة الجهات، الشعب الاول، الشعب دايما بص حضرتك راهن على الشعب، راهن على الناس. سيبك من كل ده، كان زميلي ابراهيم فايق لما كنا مع بعض في البرنامج الفترة السابقة يعني، فيقول لي اقول له راهن على الناس. يقول لي يا كابتن اقول له راهن على الناس. اقول له راهن على الناس، الناس تكسب. مهما طالت، بصوا حضراتكم مهما طالت الناس تكسب. مهما طالت الناس تكسب. الناس كسبت مرة واثنين وثلاثة. وبالتالي الناس ثم بقى الاجهزه بتتكلم على قوات مسلحه، بتتكلم على شرطه، بتتكلم لكن الاساس هو الناس، لان انت ما تقدرش تخلص على الناس دي كلها، الناس عندها استعداد بالتضحيه بالروح عشان الوطن، وهذا ما حدث في مصر. وكل بقى الشباب العاديين والناس العاديين والجيش والشرطه والناس كلها جادت بارواحها بجد من اجل هذا الوطن، يعني كنا بنقول زمان نموت نموت تحيا مصر، طلع مش شعار طلع حقيقة. الحمد لله على سلامة الكابتن ابراهيم يوسف مدربنا الشهير لاعب غزل المحلة السابق ومنتخبنا السابق. خلينا نقول لكم بسرعة اهم ما دار في الصحف في هذه الايام. يعني لو مثلا بدأنا بالاهرام، عاملين تحقيق محترم جدا بيقول انه 20 مدرب رحلوا عن البيت الابيض خلال 10 سنوات، ده دليل انه القضيه دي مستمره منذ سنوات، يعني مش مرتبطه بمجلس اداره واحد ولكنها يبدو انها عاده. في التحرير مفاجات بالجمله، الاهلي يرفض التعاقد مع شيكابالا، يفاوض الجيش لضم عبد العزيز توفيق. انا بعتقد ان الاهلي ما يفاوضش عبد العزيز توفيق، والاهلي لم يفكر من قريب او من بعيد في شيكابالا.
وشيكابالا لم يعرض نفسه على النادي الاهلي. في المصري اليوم حسني عبد ربه من داخل غرفته في المستشفى، انتظروني رئيسا للاسماعيلي، ترشيح مدرب اجنبي للمنتخب كارثه، وطالب مسؤولي الجبلية بمراعاه مصلحه الكره المصريه. هو الكابتن حسني عبد ربه عنده راي واضح وصريح انه كابتن حسن شحاته يبقى المدير الفني للمنتخب، كانت دردشه كبيره جمعتني معاه اثناء زيارتي ليه في المستشفى. من اليوم السابع اتحاد الكره بيحدد 10 مليون جنيه بحقوق كاس مصر. انقلاب الجمعية يلغي مخطط دور اقامة دور المظاليم بمجموعة واحدة، ده امر صعب، هو ده لصالح الكرة المصرية، دوري من مجموعة واحدة ده لصالح الكرة المصرية، لكنهم منهم لله اللي افسدوا الكرة المصرية اللي بيحاولوا ان يعودوا من جديد، هم اللي عملوا فينا ده، وبالتالي ربنا يكون في عون اتحاد الكرة، لانه هيبقى من الصعب جدا انه يعمل ده. 10 مليون جنيه كاس مصر انا شايف انه مبلغ طبيعي عادي، وانه على القنوات انها تروح تشتريه وتبقى القضية انتهت يعني. في الشروق أزمة توزيع نسب البث الفضائي للدوري تشتعل من جديد، الأندية بترفض سداد 15% نسبة اتحاد الكورة من عائد البث وتطالب بخصمها من المستحقات القديمة للتلفزيون. هو طلب منطقي يعني، هم ما قالوش أنت مالكش فلوس يا اتحاد كورة، بس قالوا احنا لنا فلوس قديمة خصمها من القديم، وفي وعد من التلفزيون أو من اتحاد الإذاعة التلفزيون. والله ربنا يكون في عون أستاذ عصام الأمير، والله أنا الراجل ده الحقيقة لأنه بيواجه حرب ضروس من داخل التلفزيون نفسه، انه المسألة الاقتصادية او الادارة الاقتصادية داخل التلفزيون المصري يعني للأسف فشلة فشل ذريع، وبالتالي بيضطر يلجأ لوزارة المالية، يضطر للحكومة هو ومن قبله سواء كانوا وزراء او مسؤولين، فالامر يظل. حتى الحاجة اللي كانت بتجيب فلوس للتلفزيون بيطفشوها، بتجيب تلفزيون الاذاعة بيطفشوها بكل اسف واسى يعني. فهو الراجل انا شايف انه ربنا يكون في عونه يعني، لكنه هيروح للدولة والدولة هتديله في الاخر يعني. في الوفد وزير الرياضة قال لك لن اتحمل راتب المدرب الاجنبي، والراجل كان مصرح بهذا الامر من زمان، وهو امر مش جديد. اتحاد الكرة عنده فلوس كتيرة، هو يتحمل راتب المدرب الاجنبي. اما اخر عنوان فكان من الاهرام، حسن مصطفى مبعوث الاولمبية الدولية، صورتنا بالخارج سيئة جدا بسبب الخلاف البعيدة عن العمل الرياضي، ده امر مش جديد، وصورتنا دائما وابدا سيئة بسبب هذا الامر السخيف يعني. انا عايز اطمن بقى على خالد شيكا، نعرف بقى من والده نشوف اخر الاخبار ايه. استاذ خالد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. ازاي حضرتك؟ الله يخليك، ازيك يا كابتن؟ طمنا ايه الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خرج بالسلامة؟ الحمد لله. الاول يا كابتن طبعا انا كلمت النهارده كن مع والد يوسف، والله الاول ان كانت المعازي النهارده كان المعازي كنت نفسي اكون معاه، معلش ربنا يا رب يلهمهم الصبر والسلوان. الناس كلها كانت الناس كلها كانت حواليه العزاء، كان والله 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 يا كابتن. نعم نعم، ربنا يرحمه ويحسن اليه. قول لي اخبار خالد ايه؟ الحمد لله يعني، الحمد لله كويس ونحمد ربنا. خرج ودخل غرفه خاصه بيه، وبدا يعني في المشي والاكل، الحمد لله رب العالمين. يعني يبدا يرجع لحياته الطبيعيه امتى ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله باذن الله، هو يعني انا اقول لك سيب ان هو راجع ان شاء الله باذن الله الحمد لله، ولكن هم حاطين زي ما يكون يعني نقاوه. الكابتن قدامه والكابتن ابراهيم وفرقه الاتحاد النهارده طلعوا بالاتوبيس من التدريب دول المستشفى الفاضل. شفت الصوره المتنى. شفت الصوره في المواقع وهو وصلهم لحد ال كويس السلم بتاع البتاع، ونشكرهم على مجهوداتهم. هو الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هنقدر نكلمه ولا صعب؟ طبعا انا قلت ان هم يتفضلوا في اي وقت، لكن انا بره المستشفى لان ليها قواعد مستشفى الفاضل المستشفى. نعم نعم نعم. زياره من 3 لـ 7. حضرتك عاوز تعمل لي انا ممكن اعمل مداخله من الوقت دوت. ويكلم حضرتك عادي جدا ويجربنا ان احنا نكون مع حضرتك. ربنا يخليك، وهنحاول ناخد تليفون. نعم اتفضل. يعني اهو معاذ دوت. نعم في معادله يا كابتن شوبير، معادله صغيره بس. اليوم السابع يعني نفسي انت حضرتك تفتح لي صدرك شويه. اتفضل. ماشي؟ اتفضل. اليوم الاولاني يا كابتن قالوا كسر في الظهر وكسر في الرجلين وكسر في الجمجمه وكسر في كل حاجه، انا كنت في
اسكندريه وكنت مطمن والدته. لقيت حضرتك والدته عملت يعني شبه هلونه وجنايه وقالت لي انت بتكذب عليا وبتاع وكده. كذب للناس والام بالذات يعني. زعلت كبير، فانا بقول في حاجه يا كابتن يعني نعم. مين اللي قال لصاحبي ده كده؟ يعني نفسي انا اكلمه، مين اللي قال له؟ هل هو غاشي ابني بالطريقه دي؟ وقال يعني ده كلمه امانه. الكلمه امانه وربنا يعني والكلمه الطيبه صدقه. هو ليه بيضخم؟ يعني ده بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول يسره ولا تعسره. يعني يا كابتن خلى امه لا على يعني خلاها يعني بدرجه يعني كبيره جدا. وكلمت كابتن اسلام صادق كلمني وانا بشكره من ناحيتك وقال لي معلش واحنا كتبنا كده. يا ريته كان شاف الولد وقال لي الحقيقه. يعني لو الحقيقه ماشي، لو الحقيقه ديت ماشي، ما فيش اي حاجه كابتن. طيب عموما في كل الاحوال انه الحمد لله ربنا كرمه وشفاه وعفاه، الحمد لله على سلامته، وان شاء الله احنا هنحاول نطمن عليه ونتمنى ان شاء الله انه الصحفيين والزملاء الاعزاء يخلي بالهم من نفسهم ويعني يخلي بالهم من اخبارهم، لانها بتبقى يعني زي ما انت قلت امانه وبتاثر جدا على الاسر. بشكرك شكرا جزيلا والحمد لله على سلامته، ربنا ربي يشفه لك ويعفو لك يا رب باذن الله. معانا بعض الاتصالات الهاتفيه. حربي مساء الخير. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حربي؟ وحشني كتير والله يا كابتن. وانت كمان عامل ايه؟ الحمد لله ربنا يطمنا عليك ونفسك معانا كده. ربنا يخليك يا رب. ممكن اخد من وقتك ثواني؟ دقايق. الله يكرمك. الله يكرمك. بالنسبه لموضوع الكابتن مؤمن زكريا، اولا واخيرا ابن النادي الاهلي. نعم. وعائلته اهلاويه، ابوه كان بيقعد معانا في المدرج يشجعك ايام ما كنت في الملعب يا كابتن. تمام. في حاجه، في معلومه انا بس حبيت اقولها للناس. نعم. حاج زكريا والده كان صديق لينا وبيقعد معايا انا وحمدي همت وحسين عفيفي في مدرج الدرجه الثالثه. نعم. في حاجه، وبعدين ابن من ابناء النادي الاهلي. نعم. ما حصلش كتير يعني، هو رجع ام بي نادي. تمام. رجع للنادي الاهلي بطرق قانونيه، فما لهاش لازمه تصدق او الكلام الكتير ده. نعم. احمد علي كان بيلعب في الزمالك من ابناء الاهلي. المرغني من ابناء الاهلي. حسام حسن وابراهيم، كل الناس دي. نعم. فيا ريت نقفل الصفحه عشان المباريات وعشان الكره ترجع والجماهير ما تشدش مع بعض. تمام تمام. بالنسبه للمدرب الوطني. استسمعك بس. يعني انا شايف ان السي في بتاع الكابتن حسام البدري اعلى فيه. لما قربت منه بدات الغلوشه تشتغل. نعم. ليه بقى؟ يعني وقت حسام البدري وريني سي في زيه، حقق بطولات، واخد بطولتين دوري عام بفرضه مع النادي الاهلي، واخد كاس مصر، واخد كاس السوبر. نعم. واخد لمؤاخذه بطوله الابطال الدوري الافريقيه، واخد سوبر افريقي. نعم. طلع السودان خد دوري عام مع فريق المريخ السوداني. نعم. عمل انجاز مع المنتخب الاولمبي. لما بتقرب منه بدانا نسمع نغمه المدرب الاجنبي ويلي ويلي ويلي. وبعدين اي مدرب تطرحه يا كابتن مالوش في الكابتن. مع احترامي الكبير للكابتن حسن شحاته الوقور اللي جهز له البطولات، النادي الاهلي بخوزيه وجيل لن يتكرر ومصطفاش كاس عالم للاسف يعني. فبنقول راينا وراي الاهلاويه، اقرب واحد في المنتخب الوطني حسام البدري بكل المقاييس. مع احترامي لاي حد، ولو عايز يقعد نتكلم بالورقه والقلم، حسام البدري اكفى من اي حد. شكرا حربي. هاني مساء الخير. خير يا كابتن. هاني معاك. ازيك يا هاني؟ ازي اخبارك؟ الحمد لله. ربنا يخليك. طيب. وانت طيب يا حبيبي. مصر طيبة. ربنا يخليك يا رب. نور الندوي وعيد القيامة. نعم. أنا هتكلم في كام نقطة بسرعة. بالنسبة لمؤمن زكريا، هي طبعا صفقة كويسة للنادي الأهلي، بس كان الأولى إن الأهلي يدور على لعيب خط وسط مدافع أو راس حربة. نعم. وعايز حضرتك تسأل رئيس إنبي لما حضرتك تستضيفه، هل كابتن علاء عبد الصادق لأنه كان مدير الكورة في نادي إنبي كان ليه دور او الدور الاكبر في اتمام صفقه مؤمن زكريا؟ نعم. والحاجه الثانيه عن محمود كهربا، هل محمود كهربا من ضمن برضه المرشحين لانضمام النادي الاهلي ولا لا؟ نعم. النقطه الثانيه اللي انا هتكلم فيها ان مدرب الزمالك، حضرتك كنت بتقول فييرا من ضمن المدربين المرشحين للعوده النادي الزمالك. نعم. اعتقد ان فييرا مشي بطريقه مش كويسه. فاعتقد ان هو مش لازم يرجع نادي الزمالك. ده رايي انا. حاجة تانية، مدرب المنتخب. مدرب المنتخب لحد دلوقتي بعد هزيمة مصر من تونس، لحد دلوقتي ما
مفيش اي كلام عن مدرب المنتخب. صحيح. والوقت بيجري والناس فاكره ان عشان فاضل سنه على التصفيات فيتريثوا انهم يجيبوا مدرب المنتخب. المفروض ان مدرب المنتخب في خلال الشهر ده يتم الاعلان عن مدرب المنتخب سواء وطني او اجنبي. حاجه الرابعه يعني حته تمرين الاهلي فاعتقد في البيتش. نعم. انا نفسي يعني الردم والخشب اللي مرمي حواليه. ورونا الصوره على... ورونا الصوره يا جماعه ورونا الصوره مهمه قوي بتاع تدريب النادي الاهلي. اتفضل هنا عشان تبقى صوت مع الصوره. اتفضل. يعني انا بشوفه بقالي مثلا من ايام جوزيه. يعني نفسي الاقي ملعب النادي الاهلي سواء التتش او قميص نصر يبقى فيه تراك بس ما يكونش فيه الحاجات اللي مرميه ورا دي. خاصه ان كان في تقرير قبل كده لما الاهلي كان بيلعب في كاس العالم للانديه كانت البي بي سي زعيان وكان الملعب من بره شكله مش ظريف. دي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أتمنى أن حضرتك بمناسبة إن في كأس الأمم الأفريقية في الشهر ده وكأس آسيا إن كل حلقة في الملعب يعني تجيب منتخب أفريقيا ومنتخب آسيوي نتكلم عنهم بس. آخر نقطة إن مش عارف إذا كان المعلومة صح ولا غلط إن مان سيتي وتشيلسي الاثنين متصدرين الدوري والاثنين مستويين في كل حاجة في عدد الأهداف اللي حرزوها وعدد الأهداف اللي دخلوا فيهم يعني متساويين في كل حاجة. ما اعرفش النقطة دي صح ولا غلط. اخر حاجة اتمنى ان يكون خبر هروب لعيبة الاتحاد السكندري اللي هم الافارقة الكلام ده مش صحيح. اتمنى ان هو يكون خبر غلط لان هو نزل في كل المواقع ان الاثنين اكوري وفيليكس هربوا من نادي الاتحاد علشان ما حصلوش على محطتهم. طيب انا هسألك في ده حالا رئيس نادي الاتحاد. بشكرك شكرا جزيلا دائما وابدا كده مكالمات هاني ادريس قوية وبطمنك احنا عندنا مراسل باذن الله في بطولة الامم الافريقية زميلنا اسامة امام هيكون موجود هناك وايضا هنغطي البطولة بتقريرها اعتقد يمكن نبدأ من عشان بكرة عندنا استوديو تحليلي ممكن خلال يومين باذن الله عز وجل. عايز اقول لكم كمان بالنسبة للاستوديو التحليلي بكرة احنا بكرة هنبدأ من بدري جدا. هبدأ انا والكابتن خالد بيبو الساعة 1:30 مباراة المقاصة مع انبي هتكون تعليق كابتن محمود بكر وبعدين الساعة بعد كده استوديو تحليلي لمباراة سموحة والاتحاد هينضم لنا الكابتن ايمن يونس هيبقى تعليق كابتن محمود بكر والزميل رامي بهجت وهنزعلكوا الساعة 8 مباراة المقاولين ودمنهور تعليق الزميل رامي بهجت. معانا محمد على التليفون. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا كابتن شبير. اهلا وسهلا. وحضرتك طيب. انا عندي نبض وعندي شكر عندي نبض. انا زملكاوي. اهلا وسهلا. وانا احنا كجمهور نادي الزمالك خايفين على نادي الزمالك لا رئيس نادي الزمالك. وخلينا نحط ايدينا على الدفع. كابتن شوبير احنا ما عندناش مشكله مع ميدو. ما عندناش مشكله مع حسام حسن. ما عندناش مشكله مع بتشيكو. انا مش فاهم سياده المستشار مختار منصور ايه مشاكله مع الناس دي. احنا خايفين على نادي الزمالك ما رئيس نادي الزمالك. طيب نادي الزمالك يا كابتن احنا اول دوري باتشيكو انا شايفه مدرب محترم جدا. تصنيفه من الاستادات التحليليه ومن المواقع ومن الصحافه ان هو مدرب محترف ورقم واحد. فاستاذنك يا كابتن شوبير اللي بيحصل في نادي الزمالك يعني حضرتك تحط ايدك على الدفع. اللي يحصل حرام. الشكر اللي عايز اوجهه شكر اولا لدعم حضرتك لاحسن اثنين مدربين في مصر كابتن حماده فادي والكابتن طارق العشري. وعايز اشكر اداره النادي الاهلي. انا كزملكاوي عايز اشكر اداره النادي الاهلي. بس واشكرك يا كابتن. اشكرك شكرا جزيلا. استاذ صبحي مساء الخير. الو مساء الخير يا كابتن. مساء النور عليك. كابتن انا بس كان عندي ليا سؤال بالنسبه لرئيس نادي الزمالك. يعني هو ليه احنا سمعنا في الجرايد ان كابتن الاهلي مضى المؤمن زكريا وكلام من ده وسمع ان في حمله عليه من اداره الزمالك ان احنا ماضي عندنا ومش ماضي عندنا وكلام من ده. طب ما احنا يا كابتن هو اتوقف لنا باسم لمده شهر قبل كده عشان بخصوص حاجه زي كده والاهلي في اتنين كانوا ماضيين من الزمالك للاهلي ما رضيش يطالب بكده وما رضيش يوقفهم خلاص احترم رغبه اللاعب انه راح الزمالك ووافق على كده ما فيش مشاكل. ليه احنا ما بنحترمش رغبات بعضينا للانديه كلاعيبه وكاداره وكمجلس اداره الزمالك؟ ليه بنقع يعني بنستنى نفسنا فرصه ان احنا
لا احنا نبقى دايما في مشاكل مع بعض. طب ما نخلي الأسرة الرياضة كلها مجموعة واحدة وهدف واحد وفريق واحد والتنافس الشريف ما بينهم. يعني هو ده اللي المفروض يبقى سايد في المجتمع الرياضي لدولة مصر. يعني احنا بنقول احنا في ديمقراطية ومفيش عايزين رئيسنا السيسي والمجموعة كلها متعاونة ومتكاونة عشان نعدي بالبلد المرحلة الصعبة دي. ليه ما نبصش للكرة نفس المنظومة دي؟ نعم شكرا شكرا يا فندم. شكرا صبحي استاذ محمد مساء الخير. الو 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 مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك استاذ محمد. مساء الخير يا كابتن احمد. ازي حضرتك؟ الله يخليك. اهلا وسهلا محمد الحرامي. ازي حضرتك؟ اهلا. ازيك يا ابو حميد صديقنا العزيز. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الحقيقه كابتن انا عايز اتكلم في نقطتين. والنقطه الاولى هي خاصه بمباراه الاهلي المصري. اتفضل. ان فعلا في اصوات دلوقتي بدات تعلى كتير وبتطالب بالانسحاب من المباراه. ولو تفتكر حضرتك من فتره كان في مشكله مونديال الهاند بول في قطر ومطالبات برضو بالانسحاب عشان المشاكل اللي كانت موجوده ما بين مصر وقطر. وساعتها قلنا لو المونديال ده كان مونديال الكوره ما كانش فيه الاصوات دي ما كانتش اختلط بالانسحاب والكلام ده كله. مظبوط. دلوقتي نفس الموضوع بيتكرر مع الفارق طبعا. فيما يخص مباراه الاهلي وانا عايز اسال سؤال، ايه اللي هيفيد شهداء النادي الاهلي بالانسحاب من المباراه؟ وعايز اسال سؤال تاني، لو الاهلي والمصري اتقابلوا في نهائي الكاس نفس الاصوات هتطالب بانسحاب الاهلي من بطوله وخسرت بطوله؟ او لو المصري حصل على بطوله الكاس والاهلي خد الدوري وهيلتقوا في السوبر؟ نفس السؤال، هل هيبقى في مطالبات بانسحاب الاهلي من المباراه؟ في قضاء ياخد مجراه وفي عقوبات على المصري اعتقد ان هو بيطبقها. لكن بعيدا عن مطالبات بالانسحاب والمطالبات دي كلها. كويس. الجزئيه الثانيه بس قبل ما نخلص الجزئيه دي يحضرني الحقيقه كلام كان محترم لرئيس النادي الاهلي المهندس محمود طاهر لما قال وما ذنب النادي المصري؟ قال احنا عندنا قضيه مع بعض القتله والقضيه منظوره امام القضاء ولكن احنا هنلعب قدام النادي المصري، لن نلعب في بورسعيد طبقا لقرار مجلس اداره بمقاطعه الملعب 5 سنوات وبننتظر حكم القضاء، ولكن كره القدم هي كره القدم وهنلعب مع المصري في المكان الذي تحدده لجنه سباقات. واعتقد انه كرر هذا القول اكثر من مره يا محمد. بالظبط يا كابتن. طيب القضيه الثانيه اتفضل. الجزئيه الثانيه فيما يخص مدرب الزمالك، انا اعتقد ان مجلس اداره الزمالك عليه قبل ما يبتدي يحط معايير فنيه للمدرب او المدير الفني القادم للزمالك، اعتقد ان المعايير الشخصيه هتبقى اهم شويه الفتره اللي جايه. واعتقد ان المعايير دي اعتقد انها هيبقى صعب انها تنطبق على مدير فني اجنبي. اعتقد انها هتتوفر في المدير الفني المصري. زي مين؟ لا مفيش يعني انا ما اعرفش زي مين الحقيقه، بس اعتقد ان المدير الفني اللي هيقدر يتولى المسؤوليه في الزمالك الفتره اللي جايه اعتقد ان هو لازم يقدم بعض التنازلات. بس كلام ان غالبيه المديرين الفنيين اللي مشوا من الزمالك تقريبا كلهم بنفس الاسباب. بس كلام السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيؤكد ان المدرب القادم اجنبي حسمها يعني. ما اعتقدش وخصوصا حتى الاسماء اللي بنسمع عنها طبعا مانويل جوزيه انا ما اعتقدش. لا 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 انسى ما فيش مانويل جوزيه مش هيبقى مظبوط مش موجود. لكن فييرا مثلا انا ما اعتقدش. هحاول اجيب جوزيه على التليفون دلوقتي عشان ينفي او يؤكد هذا الخبر، وان كنت انا متاكد بنسبه 1000% ان هذا الخبر لا اساس له من الصحه. هساله سؤال واحد يعني، عنده مفاوضات مع نادي الزمالك ام لا؟ انا ما اعتقدش انه هذا الكلام موجود يا محمد خالص يعني. هو في دلوقتي ازمه في الزمالك، واعتقد ان هي ازمه اداريه قبل ما تكون ازمه في جهات فنيه او في لاعبين. عشان كده انا قلت لحضرتك هو المدير الفني الجديد محتاج يبقى ليه معايير شخصيه معينه قبل ما تكون معايير فنيه، لان كان في اجماع على قدرات باتشيكو وكان في اشاده كبيره جدا من الاعلام بقدراته، ومع ذلك ما استمرش. قبليه برضه حسن لمجرد تعادله في 3 مباريات في الدوري قبلها خسرته السوبر نفس الامر، والاثنين مشوا اعتقد بنفس الاسباب.
نعم اشكرك. علشان كده بقول لحضرتك هي هتحتاج معايير شخصيه ومدير فني يتقبل الوضع الاداري الموجود حاليا في نادي الزمالك. لازم يبقى متقبل وفاهم ومقبل على ايه عشان يقدر يستمر. واعتقد ان كان من ضمن الاسباب اللي خلت اداره الزمالك ما تحطش شرط جزائي بعد ما تشيكوا هي الازمه اللي موجوده دي، ان هم حاسين ان هم ممكن يشوف اي وقت نتيجه التدخلات الكتيره اللي موجوده في باعتراف رئيس النادي نفسه. احنا ما بنقولش حاجه من عندنا، رئيس النادي نفسه اعلاميا دايما بيصرح بكده ان هو غير راضي عن المستوى الفني والمدير الفني، وده اتكرر كتير. عشان كده قلت لحضرتك هو المدير الفني الجديد هيحتاج معايير شخصيه، يتحط له معايير شخصيه اكتر من معايير فنيه. اشكرك محمد، شكرا جزيلا، سعيد ان انا سمعت صوتك. ناخد اخر تليفون مدام منى. مساء الخير يا مدام منى. مساء النور يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. صحه وسلامه وسعاده، اتفضلي يا فندم. الاول يا كابتن شوبير في نقطه خلاف لو سمحت لي. ايه يا فندم؟ في خلاف. خلاف. في رأي حضرتك، يعني مختلفه مع حضرتك في الرأي. اتفضلي اتفضلي. ان لا المباراه بتاعت الاهلي والمصري ولا مليون مباراه هتقرب وجهات النظر، ولا هيحصل ان اللي حصل هيتنسي. طيب. لكن انا ضد قلة انسحاب، ده كلام فارغ. طيب. ايه؟ ماشي. اوكي، بس انت يعني متفقه ان المباراه تتلعب. اه طبعا. بس خلاص يبقى كده احنا مش مختلفين. تمام. طيب. بس حضرتك قلت ايه؟ ان الرياضه هتقرب وان ولا مليون، ده خلاص. طيب. دي وجهه نظر، وجهه نظر. في علامه زي علامه الحرق. ماشي اتفضلي. ماشي. ماشي. عايز بس حضرتك تسال الباشمهندس ماجد نجاتي. نعم. هل تم اجبار مؤمن زكريا زي ما واحد كده طلع قال والحمد لله ربنا ريحنا ومش هنشوفه تاني الحمد لله رب العالمين؟ ان كان في، ودي رغبه انبي مش رغبه مؤمن زكريا، وانه كان في اجبار وانه كان محجر وانه كان معطلج ومزرجن وكل الحاجات اللي اتقالت دي. عايزين بس النقطه دي الباشمهندس يعني يحددها. تالت حاجه عايزه اعرف محمد صلاح وجهته فين بعد مانشيني ما جمد المفاوضات معاه، لان طبعا محمد صلاح الحقيقه الحسبه كانت غلط من الاول، يعني من بازل لليفربول. انا شخصيا كان نفسي اشوفه بيلعب مع رحيم ستيرلينج ومع ستوريدج. يعني والله يا كابتن شوبير انا زعلت جدا ان هو راح تشيلسي، لان اصلي ابو غزاله ده بغزاله مورينيو يبقى هيتجنن على حاجه، وبعد ما خلاص وجهته فين دلوقتي؟ قرب يخسر الدوري كمان النهارده، تشيلسي تصدر زيه، هم نفس الموقف هم الاثنين في كل حاجه. واضح ان الدوري بدا ينسحب من تحت اقدام تشيلسي. بشكرك مدام منى، شكرا جزيلا. معايا على الهاتف مستر مانويل جوزيه. مستر مانويل هاو ار يو؟ الو مستر مانويل هاو ار يو؟ ام فاين ثانك يو، هابي نيو يير. ام سوري مستر مانويل. يس. ديد يو هير مي؟ انا سامع بالعافيه. هو الاول تقريبا كده بيهم. مستر مانويل، ناو وي ريد ان ذا نيوز بيبر اند سام بوزيشن سيد ذات يو هاف ا نيجوشيشن بتوين زمالك كلاب اند مانويل جي، اتس ترو؟ يس. انا لالو مان زي لافينج. ها انا لافينج. انت الاهلي. ها ماي كلوب از الاهلي نوت ناثينج ذان الاهلي. قول لي الاهلي مان جوزيتس. الاهلي اولويز. يس اولويز الاهلي. يس ذي هاز ا فيري جود كوتش جان باشيكو. ها باشيكو ليفت مستر مانويل. باشيكو ليفت يا سردي. باشيكو ليفت زمالك يا سردي. ايه؟ هيز جو زمالك؟ يس. لا بيكوز البريزيدنت وات هي ديد اجين ذا او بعد كان كوتشنج ذا زمالك وذ ذيس بريزيدنت. Did you know the new news that Bashiko yesterday before he left Zamalek and he went again to Portuguese? Now he's in New York country. I'm not listening well, The connection is not good. I didn't hear you enough.
But there is no any negotiation between you and Zamalek, Mr. Manuel. No, this is impossible. Huh? Impossible. And do you have... Like I told you, my club is allowed. Yeah. did you hear Bashiko, he called you after he came back to Portuguese or not? No, I didn't talk with him, but I know why he left the club. Nah. How is the situation now in Zamalek after Bashiko go from Zamalek, left Zamalek? I don't know, it's a club. Listen, I coached Zamalek 8 years, okay? And I won 22% 8 years, eh? Eight continental titles, eh? In the 8 years, Zamalek has 12 or 13 coaches. Now this season, you have 3 coaches now. This is impossible with the guy in the Mr. Manuel, thank you very much. I can't hear you. Thank you very, very much. انا اسف جدا لانه مش سامعه خالص ولا حتى عارف اترجم لكم ايه اللي بيتقال، بس اللي انا فاهمه انه قال انا الاهلي، انا رجل الاهلي وانا عمري ما رحت غير النادي الاهلي، كان عايز اكمل معاه في المكالمه، عايز اطول معاه، عايز اتكلم معاه كتير، بس الحقيقه فعلا مش سامع ولا كلمه منه في ودني، بس يعني لقط كلمه او كلمتين، لكن زي ما قلت لكم انه مانويل جوزيه عمره ما يفكر في تدريب نادي في مصر غير النادي الاهلي او منتخب مراته. خلينا نروح لفاصل، في انباء انه فييرا خلاص على وشك الانباء، هنحاول نعرفها نتاكد منها، انه انباء انه فييرا بالفعل وصل الى القاهره للتوقيع على الزمالك، التفاوض مع التوقيع على الزمالك، انباء كثيره بتقول هذا الكلام، هنحاول نتاكد ونقول لحضراتكم. والزمالك الان في السويس لمباراته مع بتروجيت. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل مهندس ماجد نجاتي رئيس نادي انبي وحوار صريح من القلب. في ختام مباريات الدور الأول لدوري الدرجة الأولى، شهدت الملاعب في طول مصر وعرضها عصر السبت والأحد الماضيين 36 مباراة في المجموعات الستة. الجولة 13 شهدت تصدر رباعي سوهاج والمنيا والشرقية للدخان والمنصورة المجموعات الأولى والثانية والثالثة والخامسة، بينما اشتعل الصراع في المجموعتين الرابعة بين المريخ ومركز شباب أبو صوير والسادسة بين فاركو وأبو قير للأسمدة. في المجموعة الأولى حافظ سوهاج على المركز الأول برصيد 27 نقطة رغم تعادله السلبي مع مضيفه المدينة المنورة، يليه بفارق 3 نقاط فريق أسوان بعد فوزه على سكر أرامنتا بهدف نظيف. أما الألومنيوم فقد بقي ثالثا برصيد 22 نقطة بعد تفوقه على شبان القنا بهدفين دون رد في نجاح حمادي، وهذه باقي نتائج وترتيب هذه المجموعة. في المجموعة الثانية فاز المنيا على مركز شباب طمية بثلاثة أهداف دون رد وبقي متصدرا برصيد 30 نقطة، يليه بفارق نقطة واحدة فريق تليفونات بني سويف الذي تغلب خارج أرضه على بترول أسيوط بهدفين لهدف. أما الوسطى فقد تعادل بهدف لمثله مع مضيفه بني سويف ليحافظ الطرفين على المركزين الثالث والرابع ب 27 و22 نقطة على الترتيب، وفيما يلي باقي نجوى الترتيب. في المجموعة الثالثة تمسك الشرقية للدخان بالمركز الأول برصيد 25 نقطة بعد فوزه على المصرية للاتصالات بهدف دون رد، يليه الإنتاج الحربي بفارق 5 نقاط بعد فوزه الكبير على بهتيم برباعية دون مقابل. أما الترسانة فقد ظل ثالثا برصيد 19 نقطة بعد تعادله مع السكة الحديد بهدف لمثله في قمة هذه الجولة، وهذه باقي نتائج وترتيب مجموعة القاهرة الكبرى. في المجموعة الرابعة فرط مركز شباب أبو صوير في انتزاع الصدارة بعد تعادله مع القناة بدون أهداف،
ليضيف نقطة رفعت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المريخ الذي غاب عن اللعب في هذه الجولة. أما فريق الشرقية فقد تعادل مع كهرباء الإسماعيلية بهدف لمثله ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث. أما في باقي النتائج والترتيب فكانت على النحو التالي: وفي المجموعة الخامسة فاز المنصورة على مضيفه نبرو بهدف دون رد وعزز موقعه في المركز الأول برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن غزل المحلة الذي تعادل مع اتحاد سنبلاوين بدون أهداف بعكس جاره البلدية الذي تفوق على بلقاس بهدف دون رد ورفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث. وهذه باقي نتائج وترتيب هذه المجموعة. أخيرا وفي المجموعة السادسة تساوى الثنائي فاركو وأبو قير للأسمدة في رصيد 25 نقطة في المركزين الأول والثاني بعد فوز الأول خارج الأرض على مركز شباب كوم حمادة بهدفين دون رد وتعادل الثاني بهدف في كل شبكة مع كفر الشيخ صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة. أما الأولمبي فقد تفوق على مياه البحيرة بهدف ورفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس. وهذه كل نتائج وترتيب هذه المجموعة. الجولة 13 لدوري المظاليم شهدت 14 تعادلا و22 فوزا 11 منها خارج الديار واستقبلت الشباك خلالها 75 هدفا بمعدل يزيد قليلا عن هدفين في اللقاء الواحد.